أعزائي المشاهدين تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم بألف خير. رمضان كريم، مستمرين وياكم بهذا الشهر الفضيل وهذه الأيام المباركات وبرنامج أهلنا في رمضان. أنا زملائي أحمد ومحمد ومصطفى. أعزائي المشاهدين، راح يتساءل مشاهدنا اليوم يعني بداية الحلقة اللي هي من عائلتين في هذه المقبرة، مقبرة تكريت. يعني حقيقة اتصال كان من مبنى الفضائية أنه نتوجه على أحد الأخوات اللي جايتنا من جزيرة سامراء، وراح نشملها أيضا بالحصة والمبالغ النقدية. أخوان اليوم الحقيقة الاتصالات والهواتف يعني ماكو توقف، لأن الكل محتاج، الكل بهذا الشهر الفضيل تحتاج إلى حقيقة هذا الباكيت مال العدس، هذا الباكيت مال التمر. فأخوان أخوان الهمة الهمة، ترى والله هسه احنا بالمقبره، هذول مثلنا كان عندهم امال وعندهم افاق مستقبليه ويتمنون يشتغلون هيك، لكن هي هاي النهايه اخوان، هذا نهايتنا في هذا المكان. فارجو منكم انه تساعدون الفقير، تساعدون المحتاج، تساعدون المسكين. راح نبدي باول حلقه ويعني باول فقره اقصد مع الاخت تعاي امي. السلام عليكم، شلونك؟ اتصلوا بينا، انت جايه من جزيره سامراء. اي والله جيت من جزيره سامراء، عليكم على استاذ وليد وعلى الخيرين وعلى الطيبين. انا من جزيره سامراء، عندي وليد محتقر صار له سنه وثلاث اشهر، من دل طيب ولا ميت. عندي ابوه عين وحده ضرير، اقاود بيه تقيود وودي بيه، هاي هم تحملتها. اربع اتامه برقبتي، لا عمل يقوم لا عمل يقعد، وهاي المعامله مالت الرعايه سويتها واسمي ما يفعل يطلع. ما قدمت معاملات إنا ما فحيت، عما يفعل يطلع لي راتب خلاص، وكنت وادم برقبت وجاية على الله ثم على الخيرين. يعينوني يعينهم الله، يعينوني يعينهم الله، ترى جوعانين ومتضررين. قمنا نطب على أبو المحل، أبو المحل يطردنا يا خي أستاذ وليد. زين هذه شلون عايشة لك؟ والله عايشة، شفت أشتغل من البيوت خدامة، أنا أقول لكم هيجي وتشهد علي إجبارات. يعني هسه انت وين بجزيره سامراء؟ جزيره سامراء يم بحيره الثرثار، يعني من نطلع من يم السريع وعلى سامر. ننزل جوا على شارع وطبال. اي هو احنا هناك مقابل البحيره، جزيره مقطوعه كوم توادم عوائل، شاتلها الجوع شاتلها الضيم وشاتلها القهر. هسه انتم هناك؟ اي هناك احنا، ومن الصبح انا جيت اسال عليك، وهسه توتني الله ابن حلال جابني ودلان عليكم. هسه احنا جايين نريد نصور انا والشباب، واتصلوا بي القناه. أيوة وجيت. أيوة فانت لاقيتينا بالمكان بالمقبره، فرتي انا نسوي حلقه وياك. اي والله انا اريد افهم انت شنو شلون عايشه يعني. والله قلت لك انا اشتغل. أيوة اشتغل، وعندي ولي سقطت كهرب من سنه 2013. أيوة وديت ما خلات، كل ما ودي عرض المستشفى يقولوا لي احنا نسوي لك عمليه مجانا، من تصل للعمليه يسمعون بها فلوس يعفون وينهزمون. وظلت على الحالة أنا ويا المعينين والمعين رب العالمين، أجي على بيت على الجبارات أكل خبز، ما أجي هاي عيشتي. زين هسه أنت من جيتي من القناة على القناة شلون جيتي؟ والله أنا خلف الله على أهل السيارات دلوني. أيه. أسأل قلت لهم أريد على أستاذ وليد، قالوا تروحين على القناة، ومن سيارة السيارة طببوني مدوان ورجعوني جاي هنا، صار هي القناة هاي هنا. وجزاكم الله خير، وجزاء مليون ألف خير، كل من يساعدنا ويعيننا يدحج علي. زين أنت زوجك موجود؟ أي موجود، مريض عين وحدة وشاي كلى وعنده كلى وحده، العين انضمرت من يوم ما خذوا ابنه، قام يدق ويلطم العمت وحده وحده يشوف بها، وكل ما عرضه على مستشفى يقول العمليه وما عندي تسوي له، وهذا كذا تدون اجيب لكم اياه. يعني ماكو خبر على؟ لا ماكو، غير رحمه الله، وانا شاهدته من الله، هو عيني هو كان هو ديه هو رجلي. هسه انا قعدت يا اخي استاذ وليد. كم نفر هسه انتم؟ احنا ثمانيه. ما عندك غيره؟ لا والله، قلت لك هذا والله الزقير المتكهرب هالسقط اللي يريدون من عند بقيه بنوات يعني؟ اي بنات، وهذا المحتقر عافله اولاد وبنيتين، بنيه جت ورا قامت تمشي وما ما شافها. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. يا استاذ وليد احنا ما نريد اكل تراب، بس يجيبوني من ورا الباب، لا يعيش المراه وتصطفون ويا الشوارع، الله هذا ما يقبل. من الصبح افتر من تكسي التكسي تجيبوني، حسبي الله ونعم الوكيل. لا حول ولا قوه الا بالله. سهلة سهلة أمي سهلة، تعاي تعاي هسه أنت، هذا هسه جبت لك مبالغ، هسه هذا مبلغ من عندي، ها؟ جزاك الله خير. وهذا مبلغ أيضا مرة ثانية حتى. جزاك
جزاك روحي تودي. وهسه راح نعطيك الحصه التموينيه واحد الاخوان الاعلاميين ويانا راح يوصلك المكان. جزاكم الله خير وخلف الله عليكم وينطيكم الله ان شاء الله يحفظكم الله. ان شاء الله راح انا اسجل لك الرقم ونتواصل حتى نجيكم لهنا نعطيكم اياه. اي انطون ياسر حتى تدزيلي رساله اي واحد يكتب لك رساله على مود من ده مكانكم وين. أيوة والله. حتى يعني انا حتى ما اكون ابالغ حتى ورا رمضان نقدر نجي عليه. اي أيوة والله لو تجون تشوفون الوادم والله يا استاذ وليد لا تخبل. يعني الحاله صعبه؟ حيل حيل ايش ما تتوقعها حيل 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 يعني لا اسفل الحال توازيت وما لها شارك قالوا لي روحي على استاذ وليد نقذها العائله الحق ايش فيها اجر ايش فيها ثواب. زين هسه هجيت على الله ثم على استاذ وليد وعلى الخير. هناك هناك شنو اطفال اي عوائل ولا مدارس انطيك بعلم ولا مستشفيات ولا مدارس ولا كل شيء. شنو اقرب شيء عليكم؟ اقرب شيء علينا مدرسه مال منمر يطلع. لا يعني المدينه مدينه ما يهمنا مدينه وين مدينه شارع تمشي يلا تقطع 16 يعني كيلو المسافه من من مكانتنا سامرة. يعني قصدي اقرب شيء سامرة عليكم من تكريت. هي الاقرب تكريت لو سامرة عليكم. لا سامرة. سامرة. اي والله وما يعني واحد من الخيرين يطب يقول خلنا نشوف الواد ميته ولا طيبه. ابد تعيش ما حد بس وقت الانتخابات يعرفوننا. زين ايش قد تقريبا ساعه يلا توصلون من بيتنا سامره؟ ساعتين. ساعتين اي والله ساعتين. هسه انت ابقي هنا يمنا يم الحبايب افطري. جزاك الله خير ورايكم توادم يضحكون على دربي وعندي بنيات حليب وحفاضات ومريضه اخذ لها علاج مال ربوها وخلف الله على صدرها الطيب ليا سعد ناجي جبارات الله ينطيه وان شاء الله ويطول عمره ويخليه العويله هو اللي طيب لي اياها من صدرها. خيرين موجودين الخيرين كلكم موجودين. خيرين ان شاء الله خيرين كلكم موجودين. خيرين وجزاكم واذا ما صدقوا روحوا اسالوا علينا سعدنا ان شاء الله راح نتواصل وياك امي. جزاكم الله هسه جينا سعفناك خابرونا القناه وجينا عليك واحنا حاضرين احنا وهاي الشباب خير جزاكم الله هسه هاي حصه راح تكفيك. استغفر الله استغفر الله هسه هاي حصه راح تكفيك ها وسلمي لي على اهلي الله يسلمك وسلمي لي على الرجال تسلاس استمس هاي حصه تاخذيها وهاي الفلوس ونستمر وياك جزاكم الله خير وخلف الله عليكم وكبر الله موجبكم وينطيكم الله وينطي جميع يدحج ويعاني ويساعد واطلب من الله من الحكومه بس تجيب لي وليدي بس وليدي بس كرفة اعطيه كرش ما ضل بيه بس على كرفة يعني هو دايه هو رجلي بس على كرفة استاذ وليد بس على كرفة وانت اب وتعرف مالك انت ام الوالده جزاكم الله خير وخلف الله عليكم. اعزائي المشاهدين حقيقه يعني مؤلم اشياء مؤلمه واحنا ما نريد نغث العالم بوقت الفطور لكن هاي الام العراقيه ان شاء الله الخيرين موجودين يشوفوها جزاكم الله الف خير. اذا اعزائي المشاهدين راح ننتقل الى عائله اخرى في هذه الحلقه ابقوا ويانا. أعزائي المشاهدين الحقيقة بعد أن كنا شفتوا هاي الامرأة المسكينة بالمقبرة انتقلنا إلى العوائل اللي محتاجتنا. طبعا قبل عدة أيام نزل علينا غيث يعني الحمد لله والشكر لا نقول مطر أخوان المطر هو عذاب فالحقيقة نزل علينا غيث يعني الحمد لله والشكر يعني الأرض اللي ارتوت وفضل من رب العالمين لكن أكو كم بيت طبعا دخل عليها الماء و يعني نقدر نقول غرقت تماما فاختارينا الحقيقة هو أيضا عائلة متعبة وراح نشوفها وياكم وأيضا راح يساهمون بالسلة الغذائية ونشوف حالتهم ونعرضها أمام من يهم الأمر حقيقة بوسائل التواصل نشروا هذا البيت اللي يغرق. إذن أعزائي المشاهدين تعالوا راح نروح ويانا وياكم إلى هذا البيت. السلام عليكم. رمضان كريم كل عام وانتم بخير الحمد لله الحمد لله على كل حال. سولف لي يعني هاي المطره شنو اللي صار؟ والله شنو اللي صار عندنا استاذ وليد احنا عانينا كثير يعني لا مره ولا مرتين ولا ثلاثه ولا اربعه جعنا نفطر بالهنا بالمطبخ شو ما نوعوا الضربه مالت يعني قبل مباشر يعني لا حسينا بشيء طلعنا لقينا البيت هذا مي درسنا تهرس وأكود الطب جو شوف شوف هو شوف هو حقيقه المطر يعني حتى هاي هسه البيوت اللي بجانبكم يعني هو المطر مطر قوي ومعظم البيوت هنا طين وانتم مسويها يعني احنا بنتجول عليكم بهذا الشهر الفضيل
اهم شيء يعني البيت ما اذاكم هذا أهم لا لا البيت وقع ما وقع بس تدمرت الاغراض اللي بيه يعني هو ناصي البيت ناصي اي ناصي حيل ناصي عز الله ناصي البيت حيل مشويه يعني انتم بوقت الفطور صار دخل عليكم الماء نعم دخل علينا من نام للباب ومن ديك الزاويه دخل علينا لان حتى تكرم ديك ما انتم كم نفر انتم احنا خمس نفرات اي وابن الصغير بعد يرضى ست نفرات يعني زين شلون بعدين بهاي الليله المطر شلون سويتوا والله دقينا على تعاون ويانا شاكر فزعت ويانا كثير ناس يعني من شنو انت شنو هاي هسه هاي اغراض البيت اللي راح تلف يعني هاي بعد ما تفيد ما تفيدني والله ليش تفيد مستاد والخشب راح نص المرين يعني شنو تشتغل انت والله انا اشتغل عامل بالكراتين اشتغل وسيارة اخويا ديش براكي وانتو يعني هاي تجمع كراتين اي والله اي والله اجمع كراتين وابيع والحمد لله وشكرا يعني ادري زين هسه انتو شنو وضعك اذا تاكلون اذا تفطرون والله هل الله قاسمه هو هسه ياهو البيت مالك شوفني يا هذا البيت مالك هذا المطبخ وهذا المطبخ يعني حتى هنا دخل هذا المطبخ عالي يعني شلون دخل الماي هذا من هنا شلونك يوم شلون عافيتك شلون صحتك شو ما مسوي فطور لو بعد وقت ها سويتي انت ويا الجهاز والله ايش سويت وياهم حالي انت قاعد افطر حطيت باليدي هنا بتاع النفطي تفطرون هنا بالمطبخ اي والله قلتين حطيتين مو حطيت الفطر هنا ديتهم ونحس ان الماي دش علينا من دش علينا الماي شلته منقع والله يعني هاي وقت الله اكبر وقت ما تفطر اي والله وقت قاعد نفطر اي والله وقت قاعد نفطر زين انت عندك طفل يرضى اي والله خليته مخيته غادي اي والله اي والله طال هاي هدومنا كلها هدوم شريت هدوم جهال كورت هناك وهاي حتى شوف هسه انت حتى هذا شنو هذا يعني هاي شو هاي مو بيوت ترى والله استاذ يعني هاي مو بيوت انت شلون عايش يعني استاذ شرد اسوي ناشدنا الحكومه كثير كثير بهذا الشيء وانا سابقا كنت انا داوم بس كنت داوم بحشد الشعبي بس دعقت رواتب ماكو شو عائلتي ماتت من الجوع شنطيها فصلت نفسي من الدوام بدت على عائلتي واكثر من هذا ما عندي استطاع ادري يعني هاي انتو شنو هي يعني هي اجار لو بيوتكم لا والله هاي بيوتنا بيوتكم انتو سويتوا اي هذا بس متعبه يعني هذا هسه انتو يعني هاي البيوت خطره على الجهار خطره عليكم يا اخي يعني هذا هسه انت مثلا خلينا نقول عدى يجوز هذا الشتاء بس يجوز الشتاء اللاق ما يعني ياذيكم والله شو نسوي استاذ وليد هاي مقداريتنا اكثر من هالمقداريه ما عندنا بعد يا هو البيت شوفني البيت الغرق خل اشوفه البيت يعني حقيقه مشكله هو بيتك اصلا ناصي يعني هذا بيتك اصلا ناصي هاي وين انت حتى دتشه باوع ينزل على البيت هاي دتشه ينزل على البيت هسه هذا خومتله في الغراض تلفت والله هي هاي كلها هاي هسه بيها ماي تعال هنا تعال كلها هالنقع يعني دخل عليكم الماي هنا على الكراسي هذا المسار هنا احنا شفناه بالفيديو يعني هذا كله ما يصار اي كله ما يصار الا بقرنا البيت من غاد ونشفناه عاد وجشاكر قلت لك ويانا فزعنا انت يعني مبدئيا اخويا العزيز انت بالنسبه لك لازم تطلع اغراضك تطلعها برا حتى تتشمس لان يعني البيت كله رطب هسه انت يعني صارت لك حصه رمضانيه جبنا لك اخويا لان هسه انت كل شيء ما عندك ولا تقدر تشتغل ودا تعاون عائلتك وجبت لك سله وجبت لك ايضا مبلغ نقدي حتى تعاون تشوف يعني شو تسوي بيه تسهل امورك هذا المبلغ بارك الله بيكم واحنا يعني حقيقه من شفناها تعلمنا وانا اتصلت بشاكر نشكر الاذاعه صلاح الدين ونشكر استاذ وليد على هذا الموجز المشرف ويانا ورحم الله والدي وجزاه الله الف خير والله ان شاء الله يعوضه باب الجنه احنا بالنسبه ان يعني مو مشكله يعني البيت يغرق كذا مو مشكله بس اهم شيء يعني ما يوقع على الاطفال هاي اهم شيء العام بيت وقع وصورناه الحمد لله والشكر الحمد لله وقع ما وقع البيت بس تدري هاي الغراض اللي قدامك انتوا زلم وتجيبون ان شاء الله وسهله الحمد لله الله سبحانه وتعالى يعني يشوف البشر ويشوف الناس وان شاء الله يعوضكم ويعوض الخيرين والحمد لله الحمد لله وشكر. اهم شيء انت اطفالك وزوجتك قدامك فضل لك استاذ وليد فضل لله والفضل لك استاذ اذا اعزائي المشاهدين حقيقه يعني الم يعني نشوف احنا يعني هو يعني غيث
رحمة من الله سبحانه وتعالى، لكن نشوف هاي العوائل يعني انتلفت يعني بهاي الأمطار وهاي، لذلك احنا يعني ندعو الخيرين ان يشوفون هاي العوائل والمسؤولين. يعني اليوم اكثر من بيت تضرر، لكن احنا اخذنا نموذج، وهذا النموذج اللي شفتوه بالعائلة. اذا اعزائي المشاهدين، حلقتنا اليوم انتهت، كانت هذه الامرأة المسكينة وهذا البيت اللي شفتوه يعني. حتى التقيكم غدا ان شاء الله ان كان في العمر بقية. تقبلوا تحياتي وتحيات زملائي مصطفى وأحمد ومحمد، إلى غدا إن شاء الله. تقبلوا تحياتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.